هذه شقة واحد من ربع، وهو حالياً مسافر كم يوم وعقبها بيرجع. لحظة، شنو مسافر كم يوم؟ يعني إذا رجع رح يسكن معانا؟ زين إحنا وين بنروح؟ منى، أنت تدرين إن أنا ما عندي فلوس، وناطر خالي على ما يتوسط لي بوظيفة. كان قعدتني بفندق كم يوم، لما ألاقي شقة سنعة. يعني مو كافي إني أنا متزوجتك بهالمنظر؟ لا عرس، لا مهر، لا تجهيز. منى شفيج، دام هذه بدايتش ترى إحنا تونا على البر. لحظة، شنو على البر؟ أنت عارف كم كلفني زواجي منك؟ وأنا ما طقيتك على إيدك، وكاني تقدمت وتحملت إهانات إخوانك ودست على كرامتي، كل هذا من علشانه؟ مو علشان منى حبيبتي، مو علشان منى الروح، يا روحي أنت. على العموم أنا وايد آسفة، بس بليز حبيبي، ممكن باكر تروح تدور لنا مكان غير هذا؟ حاضر، من عين العين قبل الله العين، بس الحين خلينا نحتفل بليلة زواجنا.